لا إله إلا الله، رددوها لا إله إلا الله، خير الذكر كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. أشبع قلبك بحروفها، أشبع قلبك بمدها، يعني لا تقول لا إله إلا الله، لا، مكنها في قلبك، قلها وأنت مطمئن، أمددها لا إله إلا الله، اجعل نور حروفها ومدودها يستغرق في قلبك. أغمض عينيك واستقبل القبلة وتجرد من كل شيء إلا الله. وكما قال سيد الإمام السنوسي أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي في حاشيته أن لا إله إلا الله فيها افتقار إلى الله واستغناء عن كل شيء سواه. إيه يعني افتقار إلى الله؟ يعني رجوع إلى الله فقط، يعني ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتسقط كل شيء سوى الله، تقول لا إله إلا الله يعني ماليش غير ربنا. هذا خير الذكر، تستقبل القبلة وتتوضأ علشان تكون إيه؟ مهيأ لذكر الله بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رددها في طريقك، في فراشك، في محرابك، وأنت داخل العمل، داخل البيت، في أي مكان قل لا إله إلا الله، ما عدا الخلاء، في الأماكن الطاهرة عش مع جلال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله خير الذكر وأفضل الذكر كما قال رسول الله لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. هذا كلام من؟ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نعيش بمواجدنا. طيب لما أذكر ربنا سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله، ما الذي يحدث؟ ربنا سبحانه وتعالى يحرم النار على من قال لا إله إلا الله، لم يقصد بها إلا الله. يبقى إذن الإنسان اللي يقول لا إله إلا الله خالصة من قلبه بيحصل له إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيحرمه على النار، يعني لا يدخل جهنم أبدا، لا يدخل جهنم طالما قالها مستحضرا معناها في قلبه، مؤديا شروطها لا إله إلا الله بآدابها وأحكامها. يبقى هو إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى إذن حرم على النار لحمه، أو حرم دخوله إلى النار. شوفوا كلمة لا إله إلا الله ثقيلة الموازين، يعني هي سهلة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن رجل يعرض عليه 99 سجل من سجل الأعمال، سجلات الأعمال، كل سجل على مد البصر مسطر مكتوب فيها الأعمال. فخلاص يا أظلمتك كتبتي الملائكة، ظلمتك، كتبوا شيء ما عملتوش، فيقول لا يا ربي. فشوفوا ربنا يخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في الميزان فتطيش السجلات وتطيش الموازين ويدخل الجنة بلا إله إلا الله. أكثر من ذكر الله بلا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين بلا إله إلا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.